السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو هذا سنقوم بتصحيح سلسلة التمارين رقم 1 الخاصة بدرس لو بوا اي لا ماس لمادة الفيزياء والكيمياء لسنة الثالثة إعدادية المسلك الدولي. الرابط ديال هذه السلسلة بصيغة بي دي اف غنخلي لكم في أسفل ديال الفيديو، وهو أيضا الرابط ديال الدرس ديال لو بوا اي لا ماس غتلقاوه في صندوق ديال الوصف وأيضا في التعليق الأول. إذا كما العادة غتحاول أولا تجاوب على التمارين الواردة في هذه السلسلة من بعد تشوف الحل. إذا نبدأ على بركة الله. إكزرسيس 1 كومبليتي لي فراز سويفونت، دونك مطلوب منا نكملوا هاد الجمل هادو. عندنا لو كيلوغرام، لو دينوميتر، نيوتن بار كيلوغرام، لا تيغ، نيوتن بار كيلوغرام، لا فورس جي، لا بالونس بي. الوغ لا بروميير فراز، لو بوا دان اوبجي اي لا فورس، اذا وزن الجسم هو القوة، لا فورس اتراكسيون هو قوة الجاذبية، اكزيرسي بار لا تيغ هو القوة اللي كتطبق الأرض على واحد الجسم. بطبيعة الحال كنهضرو على إلا كنا في سطح الأرض سيغ سوكور. سون أنتونسيتي نوتي، إذا الشدة ديال وزن الجسم كنمزولها بحرف بي. إي سون ميزوغ ألي دان دينامومتر، ملي كنبغيو نديرو لا ميزوغ ديال لو بوا دان أوبجي كنستعملو لو دينامومتر. لو دينامومتر فوالا. Alors, la deuxième phrase, l'intensité de pesanteur est notée G. Et dans l'intensité de pesanteur, on a 4 images de l'image de l'intensité de pesanteur, on a G. Son unité est newton par kilogramme. Le wahda diala est newton par kilogramme. Newton par kilogramme. Ou est newton par kilogramme, il est le kamzuleb N sur G. N par, G, par kilogramme, pardon. N par kilogramme. Dernière phrase, la masse d'un corps se mesure avec une balance. Et dans le coutelet de l'gisme, tu casses, bistiamel, le misin. La balance, ou le misin. L'unité de masse est le kilogramme. Le wahda ديال الكتلة هي الكيلوغرام. Le wahda العالمية هي الكيلوغرام اللي كنمزو ليها ب كج. كيلوغرام. Donc, كج. Alors, maintenant, on passe à l'exercice numéro 2. Et dans le temps de l'éternel, عندنا pour chaque question, indiquer la ou les bonnes réponses. Et dans le cas où je vais vous Alors, la première phrase, la droite d'action des poids, et dans le cas où c'est le wazn jism, dépend de la forme de l'objet, يعني يتعلق بشكل الجسم. اي horizontal يعني افقي. horizontal كنقصد به افقي. افقي بحال هكا. هذا هو الهوريزونتال. ثم اي فيرتيكال. فيرتيكال كنقصد به راسي. راسي يعني على هذا الشكل هذا. اذا بطبيعه الحال الجواب اللي صحيح هو فيرتيكال، اي جسم كيطيح فيرتيكال راسيا. دوزيام فراز، لانتونسيتي دي بوا سيكسبريم بار لا رولاسيون، اذا شده وزن الجسم يعبر عنها بالعلاقه بي تيغال ام فوا جي، بي تيغال ام بلس جي، او بيان بي تيغال ام سور جي. اذا بطبيعه الحال بي تيغال ام فوا جي. ثم لو بوا دان كور يعني وزن الجسم ديمينيو افيك لالتيتود، ديمينيو يعني يتناقص مع الارتفاع، لالتيتود هو الارتفاع، اوغمونت افيك لالتيتود يعني كيتزاد كل ما كيتزاد الارتفاع، ثم ريست ان فاريابل يعني نو شونج با بمعنى ما كيتغيرش. الوغ ديمينيو افيك لالتيتود شنو كنقصد به؟ يعني كل ما كنبداو نطلعوا في السماء لو بوا كينقص، او لو اوغمونت افيك لالتيتود يعني كل ما طلعنا في السماء لو بوا كيتزاد. حنا عارفين بان لو بوا راه إل شونج، في الدرس شفنا بان لو بوا كيتغير، دابا واش غيتزاد ولا غينقص؟ الوغ بطبيعة الحال كتعرفوا بانه كل ما بعدنا على سطح الارض الجاذبية كتنقص، يعني الجي كتنقص في سطح الارض. مثلا الجي كتساوي 9.8، كل ما كنبداو نطلعوا يعني كنرتفعوا الا وكتنقص. دونك بما ان ديك الجي كتنقص، اذا بي حتى هي راه كتنقص، اذا لو بوا راه إل ديمينيو افيك لالتيتود، يعني كل ما تزاد الارتفاع الوزن كينقص. ثم لا ديغنييغ فراز، لا ماس دان كور سور لا لون اي، اذا كتلة الجسم على سطح القمر، لا لون هنا هو القمر، دونك سوبيريور اسيل سور تيغ، اكبر يعني من كتلته على سطح الارض، ايغال اسيل سور تيغ كتساوي الكتله ديالو على سطح الارض، ثم انفيريور اسيل سور تيغ يعني اصغر من كتلته على سطح الارض. الو حنا شفنا في الدرس بان لا ماس سي اون غروندور فيزيك انفاريابل، هو واحد المقدار فيزيائي ثابت ما كيتبدلش، وبالتالي ايغال اسيل سور تيغ. يعني مثلا خديتي واحد الصندوق الكتله ديالو هنا على سطح الارض مثلا 10 كيلوغرام، كذلك الا ديتيه للقمر غيبقى 10 كيلوغرام، يعني لا ماس ما كتغيرش. اذا هذا بالنسبه ليكزيرسيس 2، هذا النوع ديال الاسئله كتعطوا في الفروض راكم عارفين. الوغ ماتنو باس ليكزيرسيس نيميرو 3 تمرين 3. الوغ ليكزيرسيس 3 عندنا كريم ديزير ميزوري لا فالور دو لانتونسيتي دو لا بيزونتور دون لا سال دو تي بي. اذا كريم اراد قياس شده مجال الثقاله، لانتونسيتي دو بيزونتور هي اللي كنبزو ليها بجي، دون لا سال دو تي بي يعني في قاعه ديال التجارب.
Alors, il réalise avec sa trousse deux expériences. Il donne باش يحدد الجيف في المختبر. Donc, دار جوج ديال التجارب باستعمال مقلمة ديالو. La trousse هنا مقلمة. Alors, كاينة l'expérience 1, هذه اللي كتشوفوها هنا في الصورة, وكاينة la deuxième expérience, هذه اللي هنا. Alors, question 1, كوميزيغ-t-il lors de l'expérience 1؟ يعني شنو اللي غادي يحسب لينا في ليكسبيريونس 1؟ اذا في هاد ليكسبيريونس شنو هو الانستخيمون اللي عندنا هنا؟ عندنا لا بالونس, هذا الميزان, والميزان شنو كيقيس لينا؟ كيقيس لينا لا ماس. اذا هنا il mesure la masse, يعني غيقيس الكتله, لا ماس دو لا تروس, كتله المقلمه, لا ماس دو لا تروس. علاش؟ حيت الميزان كيقيس لا ماس, لا ماس دو لا تروس. الوغ من بعد نومي لاباريل دو ميزور, ثم الاسم ديال هذا الجهاز لاباريل دو ميزور, يعني جهاز القياس. الوغ لو نوم دو لاباريل دو ميزور هنا هو لا بالونس. دونك لاباريل يعني آلات او الأداة القياس. دونك لاباريل ايتيليزي, يوتيليزي يعني الوسيله المستعمله ولا الجهاز المستعمل, هو دونك اي لا بالونس. دونك لا بالونس ميزان, لا بالونس. الوغ ثم من بعد عندنا دونك إيلي لا فالور. من بعد مطلوب منا نقراو القيمة. أولا بالنسبة لماس كامبوز ولا بحرف إم, بوتيت إم كتساوي, غنشوفو شنو اللي عندنا هنا. عندنا 100 غرام, 100 غرام, ثم وشنوخر, وعندنا 50 غرام, يعني غنديرو مجموع ديالهم. إذا 100 غرام زائد 50 غرام اللي هي كتساوي 150, 150 غرام, دونك إتيكال 150 غرام. إذا هادي لاماس ديال هاد لاتروس. Question 2, كوميزيغ-t-il lors de l'expérience 2؟ إذا شنو اللي بغا يحسب أو لا يعبر في ليكسبيريونس الثانية؟ ألو في هاد ليكسبيريونس الثانية غتلاحظوا بأنه عندنا لو دينوميتر, والدينوميتر شنو كيقيس لينا؟ كيقيس لينا لو بوا دو لا فورس, لو بوا دو لا تروس باردون, وزن ديال هاد المقلمة هادي أو لا لانتونسيتي دو لا فورس اكزيرسي بار لو دينوميتر سور لا تروس. ألو حنا بطبيعة الحال هنا غادي يقيس لينا لو بوا, إذا الوزن, لو بوا دو لا تروس. لو بوا دو لا تروس بالضبط هو لانتونسيتي دي بوا دو لا تروس, يعني شدة وزن يعني المقلمة, لو بوا دو لا تروس. الوغ نوم لاباريل دو ميزور, دونك اسم ديال الجهاز. لاباريل اللي سيديزي هنا هو لو دينوميتر, اذا الجهاز المستعمل في هذه الحالة هو لو دينوميتر. دونك لاباريل ايتيليزي اي لو دينوميتر, اي لو دينوميتر. إذا الدينوميتر هذا كيمكننا نقيسو لو دينوميتر, كيمكننا نقيسو لانتونسيتي دو لا فورس. ثم من بعد عندنا لي لا فالور, مطلوب لنا نقراو القيمة ديالها. ألوغ بالنسبة لو بوا كنبزو بحرف بي, دونك بي تيكال, شوفوا القيمة اللي كيشير لها الدينوميتر هي 1.47, دونك 1.47 نيوتن, 1.47 نيوتن. دونك كيسيون 3, كالكول لا فالور دو لانتونسيتي دو لا بيزونتور جي, مطلوب لنا نحسبو لا فالور دو لا بيزونتور جي. الوغ في الدرس كنا شفنا هاد القاعدة هادي, كنا شفنا بأن بي إتيكال إم فوا جي, إلا تذكرتو, وبالضبط كنا درنا هاد المثلث هذا باش كيسهل علينا نخدمو بهاد العلاقة. في الأعلى كتبنا بي, ثم هنا في الأسفل كتبنا إم, وهنا جي. قلنا ما بين إم و جي كاين الضرب, وهنا كاينة قسمة. الوغ حنا بغينا نحسبو جي, دونك جي إتيكال بي سوغ إم. الوغ غادي نكتبو أون سي كو, نعلم أن, دونك أون سي كو, دونك أون سي كو جي, جي إتيكال بي سور إم. إذا جي إلا عطيتي جي بيديك غتبانيك بي سور إم. دونك تطبيق عددي ألوغ أولا أفيك. أولا بالنسبة لبي لو بوا حنا عارفين القيمة ديالو, لو بوا هي عندنا هنا في المعطيات هو 1.47, دونك بي إتيكال 1.47 نيوتن. ثم لاماس, لاماس ام هي 150 غرام, وهنا فين كاين اشكال, لاماس 150 غرام. الو حنا لاماس قلنا باش خصها تكون, خصها تكون بالكيلوغرام, اذا خصنا نحولو من الغرام للكيلوغرام. دائما باش كتبغيو تحولو من الغرام للكيلوغرام, عندنا هنا كيلوغرام, ثم هنا عندنا الغرام. من الكيلوغرام للغرام كنضربو في 1000 في 10 بويسونس 3, من الغرام للكيلوغرام كنقسمو على 1000, اولا كنضربو في 10 اس ناقص 3 كنقسمو على 1000. اذا باش عندي انا هنا لاماس عندي بالغرام, اذا شنو خصني ندير؟ خصني نحيلو نحولها للكيلوغرام, باش نحول الكيلوغرام غنقسم على 1000. اذا 150 مقسومه على 1000, دائما الكتله خصها تكون باليونيتي انترناسيونال اللي هي الكيلوغرام. اذا 150 الا قسمتيها على 1000 هي 0.15 كيلوغرام,
هي 0.150 ولكن الصفر في الاخر ما كيتخاش بعين الاعتبار. اذا 0.15 كيلوغرام. اذا ابليكاسيون نيميريك دونك تطبيق عددي جي تيغا جي كتساوي غنعوضو كل حاجه بالقيمه ديالها. بالنسبه لبي هي 1.47 نيوتن، 1.47 نيوتن مقسوم على لاماس اللي هي 0.15 كيلوغرام. اذا الى حسبتي غتلقى بانه كيساوي 9.8 لونيتي. شوفوا شنو اللي عندنا في البسط، نيوتن بار كيلوغرام، 9.8 نيوتن بار كيلوغرام. اذا هذا الجواب على ليكزارسيس 3، كنتمنى انه يكون واضح. دونك ردوا بالكم دائما مع لاماس خاصها تكون بالكيلوغرام، واذا كانت عندك بالغرام كتقسم على 1000. كل مثلا كانت عندنا بالكيلوغرام ما كناش غادي يعني غنخليوها هكا، كنحسبوها مباشره. الوغ ليكزارسيس نيميرو 4 تمني رقم 4. دونك عندنا ان تيليفيزور دو ماس 3 كيلوغرام. اذا عندنا واحد التيليفيزور، واحد التلفزيون كما كتشوفوا هنا في الصوره، لاماس ديالو هي 3 كيلوغرام. Il positionne sur un tableau horizontal. Il donne modo à fouk la taouila ou foukia. On donne G est égal 10 newtons par kilogramme. Il donne l'intensité de poussant d'or. Chez Desmajal Takala, il y a 10 newtons par kilogramme. Tout le téléviseur est en équilibre. Had stifez adef a wayu jef halet tawazun. Had newtons par kilogramme moins 1, il y a 9 newtons à la kilogramme. Raf half hal. هادو راه نفس الشيء، 10 نيوتن على كيلوغرام هي 10 نيوتن في كيلوغرام أس ناقص واحد. ألوغ كيستيون 1 في لانفونتيغ دي فورس أبليكي سور لو تيليفيزور، مطلوب لنا نحدو لي فورس إكزارسيس سور لو تيليفيزور. دائما قلنا باش كنحدو لانفونتيغ دو فورس أول حاجة كنديروها كنحددو لو سيستيم إتيدي، الجسم المدروس، دونك لو سيستيم إتيدي. Alors, fait le dit le système étudie, on a le lina fait l'inventaire des forces exercées sur le téléviseur, donc le téléviseur ou le système étudie. Donc le téléviseur. Le téléviseur, voilà. دونك هذا لو بيلون دو فورس او بيان لافونتير دو فورس فحال فحال. ممكن في التمرين الاخر تلقى مثلا في لو بيلون دو فورس نفس الشيء. الو الخطوه الثانيه قلنا كنحددو لي فورس دو كونتاكت، لي فورس دو كونتاكت قوى التماس، لي فورس دو كونتاكت. الوغ لي فورس دو كونتاكت كنرجع للشكل كنشوف شكون هو اللي اون كونتاكت مع لو تيليفيزور. غتقول لي كاينه هاد لا طابل، وبالتالي غادي نكتبو لا فورس اكزيرسي بار لا طابل سور لو تيليفيزور. La force exercée par la table sur le téléviseur. Alors, la force a dit, normalement, on a fait ce qu'on a gagné la force comme on a F ou la T ou la T R. بالنسبة لـ F ou T, quand on a dit, on a dit, on a dynamomètre ou la واحد الخيط. Alors, on a, بالنسبة لـ table, on a dit R. Et on a dit R vector. دائما ملي كيكون عندكم واحد السطح، مثلا سطح طاولة ولا سطح الأرض، on a dit R. إذا R هنا هي la force. Donc, c'est la force exercée. La force exercée par la table. القوة المطبقة من طرف الطاولة par la table sur le téléviseur. Sur le téléviseur. على التلفاز. Sur le téléviseur. Voilà. هادي c'est une force في هاد الحالة هادي ريبارسي، حيت كتأثر على التلفاز واحد المساحة اللي هي كبيرة. واش باقي شي حاجة أخرى كتقيس التلفاز هنا؟ لا. إذا غنمشيو ليتاب سويفونت اللي هي لي فورس أ ديستونس. لي فورس أ ديستونس. قوى عن بعد. Alors, bien sûr, les forces à distance, qu'on a quand même la force exercée par la Terre sur le téléviseur, c'est ça. Ou la matière gravitationnelle, c'est ça. Ou alors, qu'on fait dans ce cas-là, on a quand même la force exercée par la Terre sur le téléviseur, c'est ça, on a quand même le poids du téléviseur, yani, وزن التلفاز. Ou le poids, je vais vous dire, c'est un poids, P vector. C'est une force. Le poids d'AMP. Mais la force exercée par la table, c'est la force exercée par la table, c'est la force exercée par la table, c'est la force exercée le poids d'AMP. Et d'un P, je suis en train de dire, c'est le poids du téléviseur. Yani, وزن التلفاز. Le poids du téléviseur. Donc, par exemple, elle a dit, le poids du téléviseur, c'est une force à distance répartie. دونك كيستيون 2، إذا هذا بالنسبة لانفونتيغ دو فورس، دائما هذه الطريقة باش كنجاوبو بها. كيستيون 2، ديتيرميني لي كاركتيرستيك دي بوا دو تيليفيزور، إذا مطلوب لنا حدو مميزات ديال وزن التلفاز. أولا بالنسبة لبوان دابليكاسيون، قلنا بأن لي كاركتيرستيك دي بوا راه ما كيتبدلوش نهائيا. إذا بالنسبة لبوان دابليكاسيون، سي لو سونتر دو غرافيتي جي، دائما لو سونتر دو غرافيتي، لو سونتر دو غرافيتي جي. دائما هذا لو بوان دابليكاسيون. بالنسبه لدروات داكسيون قلنا سي لا دروات فيرتيكال، دائما كيكون لا دروات فيرتيكال. هذا كنهضر على لو بوان لا دروات فيرتيكال، دونك كي باس بار لو بوان جي، كي باس بار لو بوان
جي إذا كي باس بار لو بوان جي إذا كي باس بار جي كي باس بار جي و إلا جينا مثلنا ديك لا دغوات فيرتيكال كي باس بار جي غادي نلاحظوا بأنه أيضا إل باس بار لو بوان بي كيدوز من جي و بي إذا ممكن اختصارا تكسب لا دغوات جي بي بين قوسين حتى هي صحيحة ألوغ لو سونس بالنسبة لو سونس دائما كيكون دو فير كنبداو من لو بوان دابليكاسيون يعني من جي إذا دو جي يعني دو سونتر دو غرافيتي فير لو با أو بيان فير لا تير فير لا فير لو با يعني نحو الاسفل او لا نحو الارض اذا هذا بالنسبه لو سونس ديال لو بوا اذا من جي نحو الاسفل ثم اخيرا بالنسبه لانتونسيتي لانتونسيتي قلنا كنمزولها بحرف بي الو هنا واش عندنا هنا في معطيات بي شحال كتساوي لا ما عندناش بي وما عندناش الدينوميتر عندنا غير لا ماس عندنا ام وعندنا جي ولكن ما عندناش بي الو حنا في الدرس شنو كنعرفوا كنعرفوا بان بي شنو في الدرس بان بي كتساوي ام فوا جي يعني الا ما كانتش تكتبات عندك راه خصك تحسبها بالعلاقه دونك كتساوي غنديرو ابليكاسيون نيميريك الوغ دونك بي اتيغال بي كتساوي غنعوض ام بالقيمه ديالها ام هي 3 كيلوغرام ها هي 3 كيلوغرام غنضربوها في جي اللي هي 10 نيوتن على الكيلوغرام غتلاحظوا بانه في البسط في المقام عندنا الكيلوغرام اذا غنختزلوا بالكيلوغرام 3 في 10 هي 30 واليونيتي هي نيوتن 30 نيوتن اذا دائما بي ما عندكش في التمرين فكر بانه خصك تطبق القاعده اللي هي بي ايتيغال ام فوا جي alors question 3 rappeler la condition d'équilibre d'un corps solide soumis à l'action de deux forces يعني اود كور شرط توازن جسم خاضع لقوتين alors بالنسبه لا كونديسيون ديكيليبر دان كور سوليد سوما دو فورس هذا خصو يتحفظ وفي جميع الامتحانات يعني سواء الفروض ديال القسم او الامتحانات الجويه السؤال هذا كيتعطى وكتكون عليه نقطه اذا لا كونديسيون ديكيليبر كيقول بانه ان سوليد دي اون ايكيليبر سو لاكسيون دو فورس اف 1 اف 2 سي دو فورس اون لا ميم دروات داكسيون دو سونس اوبوزي الى ميم انتونسيتي يعني عندما يكون الجسم في توازن وهو خاضع لقوتين فان القوتين كيكون عندهم نفس خط التاثير نفس الشده وما الحياه متعاكسه اذا غادي نكتب لوغسك ان سوليد اذا كتبت هنا لوغسك ان سوليد يون ايكيليبر سو لاكسيون دو دو فورس اف 1 اف 2 سي دو فورس اون لا ميم دروات داكسيون لا ميم انتونسيتي اي دو سونس اوبوزي اذا هذا لو كونديسيون ديكيليبر كيسيون 4 ديتيرميني لي كاركتيرستيك دو لا فورس اكزيرسي بار لا تابل سيغ لو تيليفيزور لي كاركتيرستيك دو فورس هما لو بوان دابليكاسيون لا دروات داكسيون لو سونس اي لانتونسيتي هادو خصك تعقل عليهم بربعه في بعض الاسئله ما كيتعطاوش ليك يعني خصك تكتبهم الوغ بالنسبه لو بوان دابليكاسيون غنرجعو للشكل هاد لا طابل هادي فين كتطبق لا فورس على لو تيليفيزور في لو بوان بي غتقول لي بان هاد لا سيرفاس كامل اللي تحت صحيح ولكن حنا خصنا اون بوان اللي هي لو بوان بي الوغ هنا غادي نكتبو لو بوان بي هذا بالنسبه لو بوان دابليكاسيون لو بوان بي الوغ ثم بعد عندنا لا دغوات داكسيون الوغ بالنسبه لا دغوات داكسيون شنو قلنا قلنا بان هاد اف 1 و اف 2 يعني لا فورس اكزيرسي بار لا طابل مثلا اللي هي ار ولا لو بوا اللي هو بي غيكون عندهم لا ميم دغوات داكسيون بالنسبه لدغوات داكسيون ديال لو بوا كتبنا لا دغوات فيرتيكال اذا حتى لا فورس اكزيرسي بار لا طابل حتى هي غادي تكون لا دغوات فيرتيكال علاش حيت عندهم نفس لا دغوات داكسيون اذا لا دغوات فيرتيكال لا دغوات فيرتيكال حتى هي كي باس بار كي باس بار جي نورمالمون كي باس بار جي و الا جينا مثلنا داك لا دغوات فيرتيكال كي باس بار جي غنلاحظوا ايضا بانه اي باس بار لو بوان بي اذا لا دغوات فيرتيكال كي باس بار لو بوان بي او لا كي باس بار لو بوان جي فحال فحال او لا كذلك الا درتي لا دغوات جي بي بين قوسين راه حتى هي صحيحه ثم من بعد عندنا لو سونس الوغ لو سونس قلنا دائما كنبداو من لو بوان دابليكاسيون لو بوان دابليكاسيون باردون اذا دو بي vers min b ila alors fna drakoum fin ghadi koun ghadi nchoufou la force exercée par le poids le poids gna vers le bas idan la force exercée par la table fin ghadi tkoun ghatkoun vers le haut alash نحو الاعلى حيت عندهم دو سونس اوبوزي من الحياه متعاكسه بما ان لو بوان نحو الاسفل اذا لا فورس اكزيرسي بار طابل تكون نحو الاعلى واصلا هنا طابل شنو كدير لها التلفاز هذا فهي ترفع التلفاز كتدفعو للاعلى ثم اخيرا بالنسبه لانتونسيتي ما عندناش هنا شحال كتساوي ولكن قلنا بان لو تيليفيزور اي اون ايكيليبر هي مكتوبه هنا لو تيليفيزور اي اون ايكيليبر هي مكتوبه في التوازن شنو كيعني اون ايكيليبر كيعني بانه خاضع لدو فورس وهاد دو فورس قلنا غتكون عندهم لا ميم دغوات داكسيون دو سونس اوبوزي ولا ميم انتونسيتي الوغ لو بوا لانتونسيتي ديال لو بوا شحال 30 نيوتن اذا تا ار حتى هي غتساوي 3 نيوتن اذا غادي نكتبو ار ايتيغال بي
اتيغال 30 نيوتن. ملي جبنا 30 نيوتن حيت عندهم نفس لانتونسيتي، بما ان بي كتساوي 30 نيوتن، اذا ار حتى هي غتساوي 30 نيوتن. الوغ ثم اخيرا السؤال 5 ريبريزونتي سيغ لو شيما لي فورس اكزارسي سيغ لو تيليفيزور على شيل 1 سنتيمتر بور 15 نيوتن. اذا غادي القاعده الثلاثيه، عندنا 1 سنتيمتر دونك كتمثل لينا 15 نيوتن، فوالا 1 سنتيمتر تمثل 15 نيوتن. تحت من السنتيمتر دائما كنديروا اكس، تحت من 15 نيوتن كنديروا لانتونسيتي اللي عندنا في التمرين، عندنا 30 نيوتن. الوغ قاعده الثلاثيه اكس كتساوي دونك 1 سنتيمتر في 30 نيوتن، 1 سنتيمتر في 30 نيوتن قسمه 15 نيوتن. دونك عندنا نيوتن في البسط وفي المقام، غنختزلوا بنيوتن. 1 في 30 هي 30 مقسومه على 15 هي 2، جوج ماذا؟ جوج سنتيمتر. إذا هاد جوج سنتيمتر شنو كيمثل؟ هو لا لونغور دو فيكتور بي اي ار. دونك هاد العلاقة الثلاثية ماشي هو الجواب على السؤال، لا ريبريزونتاسيون هو خصك ترسم في الشكل. إذا خصنا نرجعو هنا للشكل وغنرسمو هاد لي دو فورس. دونك أولا خص ضروري تكون عندك مسطرة وتشوف مثلا لا فورس اللي غتبدا بها. مثلا إلا كنا غنبداو بلا فورس بي، إذا نشوفو لو بوان دابليكاسيون هي جي، إذا غنبدا من جي. ثم بي كنمثلو فيرتيكال رأسي، والسهم فين غيكون؟ غيكون فيغ لو با نحو الأسفل. الطو ديال السهم غنديرو جوج سنتيمتر، إذا غنبدا من جي هنا وغنحسب ثلاثة، غنحسب جوج سنتيمتر. اذا جوج سنتيمتر تقريبا هنا، اذا هادي سي لا فورس بي. دونك هادي لا فورس بي، غنجي حداها هنا غادي نكتب بي فيكتور، بي فيكتور. ثم بالنسبه لا فورس ار، لا فورس ار شوفوا لو بوان دابليكاسيون ديالها هي بي، يعني لا فورس اكزيرسي باغ لا طابل. ثم حتى هي فيرتيكال والسونس غيكون فيغ لو، والطول ديالو حتى هو غيكون جوج سنتيمتر، يعني من خلال العلاقه الثلاثيه اللي درنا. اذا بالنسبه لا فورس بي غنبدا من لا فورس ار عفوا غنبدا من بي، الو من بعد غندير ازاحه هنا. دونك من بي غيكون فيغ لو وغنديرو جوج سنتيمتر حتى هو جوج سنتيمتر هنا. الو خصك تبدا من بي، غندير غنستعمل لون اخر مختلف باش يبان لكم. نورمالمون هنا هادو راه يجيو مطابقين، يعني خص يجيو مطابقين حيت اصلا عندهم نفس لدغوا داكسيون. اذا هنا غنبداو من بي فيغ لو، من بي فيغ لو، وخصهم يجيو مطابقين، يعني هاد لدغوا هاد لو فيكتوار ار خصها تجي فوق من بي. الوغ هنا في البدايه هنا فرقتهم باش يبانوا لكم، من بعد غنرجعو هنا بلاصتها، اذا راه كيجيو مطابقين. ثم من بعد غادي نجيو هنا غنمثلو ار، هادي سي لا فورس ار. اذا ار من بي الفوق، ثم بي راه بدينا من جي، بي هي هادي بدينا من جي لتحت. ثم بالنسبه لاغرى بدينا من بي الاعلى. الو علاش جاو مطابقين؟ حيت اصلا عندهم نفس لدغوا داكسيون. اذا كانت هذه النهايه ديال هذه السلسله ديال التمارين، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا منها. كما العاده الى عندكم اي سؤال ولا استفسار ما تنساوش تخليوه ليا في التعليقات اسفل الفيديو هذا. السلسله رقم 2 اللي فيها تمارين اخرين مختلفين غتلقاو الرابط ديالها ايضا في اسفل ديال الفيديو في صندوق ديال الوصف وايضا في التعليق الاول. دمتم في امان الله وحفظه.